والبداية راح تكون شعرية نرسو فيها وإليها عشان نستمع إلى الأشعار اللي تدفي مسامعنا واللي ينتظرها الكثير من المشاهدين، واليوم مع ضيف وشاعر متميز في الساحة الشعرية من مملكة البحرين الشقيقة الشاعر عبد الله الخالدي. أهلا وسهلا فيك. مرحبا يا دانا، حياك الله معنا الله بالخير ومنورنا في بلدك الثاني الكويت. نورش طال عمرك. اليوم احنا طبعا نبي نسمع شعر وايد، نبي نسمع قصيد، لكن ما يمنع ان نسال كل شاعرينا هني عن بداياته، لان البدايات دائما ما تكون مميزه، فشنو هي بدايتك في الشعر؟ في البدايه مسي عليك مذيعتنا المتالقه دانا، حياك الله، على جميع طاقم البرنامج الطيب، على اهلنا في الكويت. نهني الكويت من سمو الامير صباح الاحمد الصباح الله يطول في عمره ولي العهد الامين، وكافه شعب الكويت الشقيق في عيد الوطني وفي عيد التحرير. تسلم. نسال الله ان شاء الله ان يديم الافراح عليكم وعلينا وعلى كل الدول ان شاء الله امين يا خليجيه. رب. البدايات نفس اي شاعر، تعثر خطوتين وتعثر خطوتين، اي لين ما الحمد لله وصلنا لمرحله نقدر نكتب فيها ونطلع فيها ونقابل فيها الناس. اي نعم. وننشر قصايدنا الحمد لله. اي نعم. هل هي كانت هوايه ولا شيء انت حاب انك تتعلمه ولا شيء متوارث عندكم بالعائله؟ متوارث لا قليل، لكن هو هوايه بدايه المرحله المتوسطه الاعداديه، وتنمت الحمد لله مع الوقت لما صرنا نفقه الشعر ونكتب الشعر. اي نعم. البدايه هوايه نفس اي شاعر. اي نعم. هل تذكر اول قصيده كتبتها؟ لا والله ما اذكرها. كل شاعرين نسالها السؤال ويقول ما اذكرها. الشاعر بعد 5 سنوات ينسى قصائد الاوليه. زين، نبي نسمع منك قصيده الحين. ابشري. هذه قصيده في الكويت الحبيبه. اي نعم. اسال الله يديم الافراح ان شاء الله. امين يا رب. يقول: تدور الايام والصورة هي الصورة، وملامح كويتنا بالقلب محفورة، نغيب عنك سنة سنتين ولا أكثر، وعيوننا صوبك من الود مأسورة يا دار جابر، عسى ينعاد بك عيدك وتبقين يا دارنا بالخير ممطورة، وعساك يا شيخ جابر من أهل الجنة اللي تعب للكويت وقام في دوره. يا كويت تاريخك أطول من يد الطامع، وحدودك اليوم محمية ومحظورة، يجعل ما شوف فيك اللي يكدرنا، ويدوم فبراير الأمجاد بسرورة، في ظل بونا صباح وفي ذرابشته وطن نهار، وتلالى بالعرب نوره، عطى الوطن والشعب في حسبة عياله، ورها على الدولة وما هي بمقهورة، يجعلها في أمان وعافية تبقى، وعلى المعادي يا دار العز منصورة، من كانت الكوت نعشقها ونغليها، ومن صارت الكويت نفس الحب وشعوش. الله عليك، صح لسانك، صح لسانك، قصيدة جميلة في حب الكويت وباسم الكويت وأهلها، يستاهلون. تسلم، ما تقصر. بدايتك بالشعر قلت ان هي كانت في المرحله المتوسطه، وطبعا مع التطور صار الكلمات موزونه، صار يعني ايضا القائك للشعر يتغير. هل لما تيجي تكتب القصيده نفسها هل يهمك من يلقيها وينشدها ولا انت تحب انك تنشدها؟ لا اكيد، يعني اي شاعر يحب انه يلقي قصيدته بنفسه، الا في بعض الشعراء يعني، واكبر دليل على ذلك ان استشهد فيه الشاعر العظيم احمد شوقي امير الشعراء. صح. يعني كان في حياء ما يقدر يقول قدام الناس، فكان يكتب قصائده ويلقيهم عنه غيره. انزين، فلا اي شاعر يحب يلقي قصائده هو. انت تحب تلقيها بنفسك؟ بس اذا واحد صوته نفس صوتي مستحيل يعني يشيل، يحاول او يفكر انه يشيل يصير منشد. لا، صوتك مميز ما في شيء. اي عد عادي، لكن انشاد لا مستحيل. انزين، الحين قاعد نشوف ان الشعر اختلف وايد عن قبل، صار اتوقع هذا مع دخول السوشيال ميديا وعالم التواصل الاجتماعي، صاروا الشعراء ينزلون بعض القصيد وان كان مختصر مع شويه موسيقى و يعني بحس فني شوي اكثر، فهل تشوف ان اختلاف الشعر عن السابق الحين هذا قاعد يفيد الشاعر نفسه ولا هو قاعد يضيع هويه الشاعر؟ نعم، هي السوشيال ميديا دائما نقول انها سيف ذو حدين، صار الشاعر اعلامه في يده، يقدر ينشر اي وقت، ما في اي رقابه. صحيح. ما في اي حسيب، وعلى العكس الشاعر بعد السيء نقول او المبتدئ نفس الشيء ينشر بدون رقابه بدون شيء. فهذا شكل نوع من ما نقول مشكله شعريه، لكن الناس ما عادت تفرق بين الغث والسمين. إيه؟ فكل من قام ينشر. إيه؟
الوفرة الشعرية الزايدة ممكن أنها تسيء للشعر أكثر مما تخدمه. هذا يبنى على نفس السؤال ونفس المنظور اللي احنا قاعد نتكلم عنه، انه قبل كان في دقة اكثر في اختيار الكلمات، ايضا حلاوة الشعر كانت مختلفة. الحين قاعد يهتمون اكثر بالمؤثرات الصوتية اللي ممكن ان هي تصاحب الشاعر، فهذا اللي قاعد نقول الاختلاف عن الماضي بالكلمات وايضا بالشعر. بالضبط، نفس ما تفضلتي، الموسيقى الحين والتصوير لعب دور في القصائد، حتى اللباس، صار الاماكن اللي يصورون فيها الشعراء صح، هاي كلها تغير يعني. طبعا انطلقتها من الكويت، انا احط الحق على شعراء الكويت وللامانه خدموا الشعر وبنفس الوقت في يعني ناس حاولوا يتشبهون فيهم ما نجحوا صح. فنفس ما تفضلتي ان احيانا القصيده تكون شوي هزيلة أو تعبانة نقول بالنظم، لكن يعززونها بالمؤثرات، يكملها الصوتية. نعم، يكملها الموسيقى ويكملها المكان اللي مصورة فيه صح. والتصوير. إحنا طمعانين بقصيدة ثانية. أبشري، هذه قصيدة اجتماعية، يقول أنا ما أموت من العطش وأنا طريق، أجود الغيم بيميني وأصرخ، خسرت عام بجية العام الجديد، يلا عسى خيره بيومه وشهره، ما مدته هناك تلقى به رصيد، إن كان خير في خير وإن شر اقدر، ما ترضي العالم لو كفوفك جريد قبلك رسول الله تعافي منبره، حاول تكون من التجارب مستفيد، وخل بينك وبين البشر قدر شعره، إما وصل من يمهم ساعي بريد وإن ما وصل عادي، أمور مقدرة، لكن في كنز الأوادم لا تحيد، عطهم من عطور المحبين عطره، أمك رضاها خلها أولى من الوريد، قم برها من مهدك لي المقبرة، وأبوك تاج راعي الراية السديد، إذ بنت عد رجليه لعطاك ظهره، أخوك محزم جم واعتاد وعظيم، حذراك تكسر خاطره أو تقره، وإذا تمادى صاحبك خليك فريد، جنب عن أخطائه وسامح واعذره، بين له أنك وافي وبأنه يحيد، وإن ما قدرت تفهمه لا تخسر، خلها صديقك من بعيد ليا بعيد، وازرع لها بأرض الوفيين شجرة، دام الكلام ثياب لا تشري زهيد، خذ لك من الغالي وتاجر بطهرة، والعمر ساعة لا تحس بأنه مديد، لو توصل المريخ ما أنت مأخرة، يا رب تغفر لي قبل يوم الوعي، أنا بشر أخطي ومنك المغفرة. الله عليك، صح لسانك، صح بذنك. القضايا المجتمعية هذه، هل تحس أن الشاعر يعني لازم يتطرق لها بين فترة وأخرى بقصائده ويكون متنوع فيها؟ ضروري، الشاعر يقول مرآة المجتمع ومرآة الشارع، فلازم الشاعر من القضايا الاجتماعية، من الأمور، القصائد، المواقف، من لازم الشاعر يوثق. بالنهاية في متابعين ممكن يشعرون باللي أشعر أنا، لكن ما يقدرون يوصلونه في قصيدة، أنا هذا دوري ودور أي شاعر. نعم. بعض المواقف، المواضيع الاجتماعية في شتى اختلافاتها لازم توصل للجمهور، صح، هني عادي دور الشاعر. صح، لأن في شعراء يقولون أنا ما أحب أكتب قصيد إلا مثلا بالغزل، أو أن أنا أحب أكتب القصيد اللي يحمل كلمات في حب الوطن. صح. فهل تشوف أنه جيد للشاعر نفسه أنه هو يصنف نفسه في تصنيف معين ويكون حكر عليها، ولا التنوع مطلوب عند الشاعر؟ أكيد التنوع مطلوب، لازم الشاعر يلم في كل أغراض الشعر، من مدح، من رثاء، من غزل، من فخر، من مواضيع اجتماعية، هذه كلها يعني مواضيع الشعر لازم يكتب فيها. صحيح. لكن أنا يوم أختزل أو أسلك طريق واحد خلاص أنا قتلت باقي المواهب الثانية أو باقي المواضيع الثانية القوية اللي أحتاج أني أوصلها للناس. صحيح. فموضوع واحد ما أعتقد أنه ينجح فيه الشعر مع مرور الوقت. صحيح. تجاربك أتوقع الشعرية كانت كثيرة، ومن أهمها هي شاعر المليون. نعم. كلمنا عن هذه التجربة. والله أنا يعني تجربة أعتز فيها وأفتخر فيها، شاعر مليون بوابة، كان لنا بوابة إعلام، منبر يحلم فيه أي شاعر، الحمد لله وصلنا شاعر المليون مع غيري كثير من إخوان الشعراء، برنامج شاعر المليون طبعا برنامج كبير وبرنامج المنبر الأقوى حاليا في الساحة. صحيح. عطى الشاعر الضوء الإعلامي، عطى الشاعر الدعم المادي، عطى الشاعر الدعم المعنوي في كل المجالات. زين، هل تحس أن كثرة هذه البرامج، لأن ظهر بعد شاعر المليون برامج أخرى أيضا شعرية وتخدم هذا المجال،
هذه البرامج اللي تكتشف فيها خلينا نقول المواهب الشعرية، هل تحس أن هي تلبي أو تشبع رغبة وطموح الشاعر نفسه؟ بالضرورة يعني أكثر أنا أقول أكثر البرامج اللي صارت قبل شعر مليون ما نجحت، ما نجحت نفس النجاح أو البصمة اللي حققها شعر مليون، لسبب ما كان نفس الدعم المادي ولا نفس الدعم المعنوي ولا نفس الدعم الإعلامي اللي يحتاج الشعر. نعم، فأنت من وجهة نظرك أن من بعد شاعر المليون ما طلع برنامج آخر أبدا. ممكن أنه يكون في هذا المستوى؟ لا ما أشوف أي برنامج صراحة ينافس. إنزين، نسمع منك قصيدة. أبشر. يقول ألا يا فاتحة عهد الغرام وخاتمة الأشواق، لك الله من 3 سنين نار البعد وقادة على جذو الأمل، والليل ما يستاذن العشاق، وأنا فيني بقايا نوره وعطره ميعاده، يهل الحب من مزن الحنين وتزهر الأفاق، عسى ما شر يا نفح الصباح يزيد بعناده، أنا جيتك معي دمعة وصال وسالفة وعناق، ذهب اللي تغرب بك مع أنه داخل بلاده حبيبي، والكلام اللي بغيت أوصله مشتاق، تبي أكثر أنا مشتاق يا جرحي ويا ضماده، تعبت ألملم طيوفك وجمعني وأقول أرزاق، أخاف أني خليت فراقنا يا صاحبي عادة، لا عادت ليلة الفرقة ولا عاد الزمن بفراق، أنا ذاك الحزين اللي بقربك كان ميلاده. صح لسانك، صح لسانك. عبد الله، كل شاعر لما يكتب قصيدة يكون له طقوسه، البعض يحب المكان الهادي والبعض وبغرابة يحب أنه يكون في مكان مزعج، أنت شنو طقوسك لما أنت تكتب؟ أنا والله أحب العزلة دائما، الهدوء. نعم الهدوء، العزلة التامة يعني في عن الانترنت، عن الناس، عن التليفون، عن أي شيء. تحب انك تكون تركز. منعزل في مكان هادئ عشان تقدر تركز بالنهايه، تكتب شيء مركز فيه. صحيح. زين، القصيده الواحده ايش كثر تاخذ منك وقت؟ انا بالنسبه لي ما استعجل القصايد. إيه؟ في بعض القصايد ممكن شهور، بعض القصايد ساعات، وبعض القصايد ايام. عفوا. فعلى حسب المزاج وعلى حسب المناسبه. زين، الحاله اللي انت تكون فيها، هل هي مثلا انت بتكتب قصيدة وطنية خلينا نقول في حب الكويت أو في حب مملكة البحرين وإن كانت من الدول، هل تهيئ نفسك في حالة نفسية معينة علشان تكتب هذا النوع من القصيدة؟ أكيد أكيد، الوطني له جو، الغزل له جو، قصيدة الفخر لها جو، قصيدة الاجتماعية لها جو، فهذه القصائد وبالذات القصيدة الوطنية هي اللي بلها تفريغ تام. صح صحيح. لأنها تكون في وطن، في احتفالية بيحضرها الكل، ولا تحت رعاية مسؤول، ولا صحيح. تحت رعاية شيخ أو وزير، فيكون الاهتمام فيها أتوقع من وجهة نظر أنه يكون أقوى وأكثر. صحيح. شنو جديدك إن شاء الله في الأيام المقبلة؟ والله الجديد هذا أنا عندكم، وأتشرف أني في الراي. حياك الله. وأمس كنا في أمسية تشرفت فيها في جمعية المكفوفين الكويتية، اللي وجه لهم كل الشكر من خلال هالمنبر، و مشكورين على التنظيم، على حسن الاستقبال. نعم. وكل المنظمين للأمانة ما قصروا، حضور تنظيم، وعلى رأسهم أخوي الشاعر خالد المحسن الله يبيض وجهه ما قصر، وكل الشباب اللي معه. نعم، احنا طبعا وصلنا إلى ختام لقائنا معك، شكرا لك الشاعر البحريني عبد الله الخالدي على حضورك وتواجدك. العفو. نبي نختمها بقصيدة. أبشر. يقول جيتك وأنا مشتاق يا نور عين على جناح اللي تقص المسافات، جيتك وبعوضك وتعوضيني، واعتبري اللي فات يا فرحتي مات، جيت أجمع سنينك وباقي سنيني، الله لا يستر على الشوق بالذات، من وين أجيب عيون تخفي حنيني، فضحني وما عاد بالعين عبرات، جيت أسألك يا روحي تسامحيني، هل بعد غربت كفاية متاهات، كان أصغر همومي أجيك وتجيني، واليوم أكبر همي وصل أبيات، تركض عقارب غيبتك في يميني دقيقة واحدة تجي 5 ساعات، لا تدري فين الدم وتعذبيني، بيني وبين اللوم عرفوا علاقات، عودي علينا يا السحاب اللي جيني باسم الغلط، جيت أعتذر 10 مرات، الحظ خير وحط عينها بعيني، ما عاد لي وجه انشده عن مسرات، فين ما رحمتيني فلا تحرميني، على الأقل أشوفك بعض الأوقات، وإذا حسبت العمر لا تحذفيني، أصدق محطات الغرام البدايات. سلامتك.